شركة بيسان لتصنيع الكاتشب، ومنتجاتنا عندنا 3 منتجات في صالة 6 البوابة الغربية. المعرض السنة دي ما زي كل المعارض، لأنه طبعا نسبة للاحترازات الصحية، وعندنا خلل في سعر التذاكر، التذاكر ضاغطة شديد ما زي سعر السنين الفاتت، وممنوع استحاب الأطفال. أنا شيماء يوسف، شركة بيسان لتصنيع الكاتشب الجوهرة، مشاركين في معرض الخرطوم الدولي الدورة 38، أول مرة نشارك في معرض الخرطوم الدولي، لكن شاركنا قبل كده يعني في صنع في السودان. المعرض المرة دي والله ما في إقبال كده، يعني الجمهور الناس بسيطة، وأسعار التذاكر غالية، وبعدين في تتريس في الشوارع، يعني في عامل عائق كبير بالنسبة للناس إنها تقدر تصل، فيعني ما في إقبال كده، ما في إقبال. إحنا شركة ديسنت لوك للملابس، أول مرة نشارك في معرض الخرطوم الدولي. صراحة المعرض السنة دي ظريف، بس الإقبال عليه شوية بسيط نسبة لسعر التذاكر والشوارع المترسة وكده يعني. يا ريت تشرفونا، محلنا في محطة الغالي، بتخش على محطة الغالي بتتجه غريب كأنك ماشي على السجان. في المعرض هنا في صالة كم؟ في صالة رقم 6. مزني للعطور، المشاركة رقم 10 في معرض الخرطوم الدولي. ما نحن صراحة كنا متوقعين حضور يعني ضخم نسبة لكورونا وتفاصيل كثيرة، نحن الإقبال ضعيف جدا على المشاركة يعني. نحن طبعا موقعنا في الشهداء شارع الدكاترة والعرضة جنب استاد المريخ، وانتجاتنا طبعا عطور خامات بتجينا من فرنسا، خامات أصلية عندنا تركيب وعندنا جاهز. نحن في مجموعة حافاب الراعي التجاري لمعرض الخرطوم الدولي، يعني في دورته 38، وأول مشارك لنا يعني في معرض الخرطوم الدولي، وفي نفس الوقت استطعنا إنه يعني نحن نرعى المعرض ونكون الراعي التجاري، فدي بتعني إنه نحن بدينا من حيث انتهوا الناس يعني، أو انتهت الشركات يعني. فدي أول مشاركة لنا يعني صراحة في المعرض. المسألة ما جات وليدة صدفة يعني، كان مخطط لها يعني. نحن في مجموعة حافاب يعني في إنه يعني دي تكون أول نقطة نبدأ بها الماركتينج الحقيقي للمجموعة في 2021، وإن شاء الله بإذن الله نحن متوقعين إنه يعني هذه السنة يعني احنا نقدر نوصل فيها يعني لقمة العلامات التجارية الموجودة في السودان يعني. حافاب نشأتها يعني تجربة طويلة جدا جدا، بدت من سنة 1999 يعني كشركة، وبعد ذلك بدت كعلامة تجارية يعني من 2001 أو 2002، بدت في مجال الصوتيات، ثم تدرجت درجة 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 درجة، ومشينا يعني خطوات. يمكن يعني نحن برنا في إنها يعني كانت ثمرتها الآن هي الوضع اللي نحن وصلنا له الآن. فنحن بنرى يعني إنه معرض الخرطوم الدولي كان يعني صراحة كان بوابة، لإنه جزء كبير جدا من الناس يعني ما كان بيعرفونا، فنحن أديناهم مساحة يعني، أو أدينا نفسنا مساحة إنه الناس تعرفنا، ونحن نلتقي يعني بناس يسهموا في نهضة حفاب. ويمكن تلفزيونكم المؤخر ده يعني واحد من الناس اللي نحن توقعنا في إنه حيسهم إن شاء الله بإذن الله إسهام كبير جدا في نهضة حفاب يعني. ده بالنسبة لحافاب، الحكاية عن نشأته وحاجات دي قد تطول جدا جدا، وقد لا يزعفنا الزمن في إنه نحن نحكي حكاية مفصلة، لكن إن شاء الله يعني نحن توقعاتنا في 2021 حيكون عندنا 3 أقسام كبيرة جدا حتشتغل فيهم حافاب، اللي هم أو 4 أقسام، اللي هم حافاب بوجود الحالي
هي مجموعة الأجهزة الكهربائية المنزلية يعني فروم A to Z. نحن إن شاء الله موفرين لأي زول. تمام، عندنا حافاب الصناعية اللي هي نحن متوقعين لحد 2022 تكون اكتملت. عندنا حافاب للنقل وحافاب للإنشاءات. بإذن الله يعني نحن متوقعين يعني إن شاء الله بإذن الله لحد نهاية السنة يكون عندنا يعني المجموعة كلها بدت. نحن ساعين يعني لشراكات محلية وشراكات أجنبية. بدينا نخطط للشراكات الأجنبية يعني، وبدينا ندعو مجموعة من رجال الأعمال المصنعين يعني من خارج البلد عشان نوطن جزء كبير جدا من الصناعة. عندنا برضو شراكة متوقعة مع الأسواق الحرة تجارة وتجارة مرور للدول المجاورة لنا يعني، ودي حتة من حتات ان احنا بدينا نخطط لها تخطيط طويل جدا جدا، اللي هي المناطق المتاخمة يعني لحدود السودان، دولة الجنوب من الناحية الشمالية وأثيوبيا من الناحية الشمالية الغربية وتشاد من الناحية الشرقية. الثلاثة ديل المواني اللي بتستورد عن طريقة بعيدة جدا. فنحن بالنسبة لنا يعني الشغل اللي بنعمل فيه الآن مع الأسواق الحرة أو مع المناطق الحرة في إنه نحن نوفر تجارة ترانزيت يعني لمنتجاتنا عشان تعبر للمناطق دي بدون منصرفات داخلية. حتى حافاب للنقل ذاتها نحن جزء منها جدا حنستخدمه نحن في التجارة بتاعت الترانزيت، وده جزء من التخطيط ان نحن بنخطط له في حافاب. اما بالنسبه لمعرض الخرطوم الدولي يعني صراحه احنا بنعتبر انه يعني نسبه النجاح ما 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 يعني ما تجاوزت 60% لاسباب. اولا ارتفاع سعر التذاكر يعني دي حاجه، يمكن في اسر ما كانت عارفه فبتجيب معها اطفالها فبتواجهوا يعني، حتى كان المفروض يخلوا مناطق آمنة للأطفال بحيث إنه الزول يوضع أطفاله ويدخل يعني يقضي حاجته ويجي. فكان صبغتها بعض الإخفاقات، لكن نتمنى إنه في المراحل الجاية إن شاء الله يعني تتوفر بنية تحتية يعني، حتى شكل المعرض ذاته والله لا يتلائم مع أراضي المعارض اللي إحنا شفناها في العالم يعني. فدي نحن برضو بنقول للإدارة إنهم المرحلة الجاية يسعوا في الشكليات، لأنه الشكليات واحدة من الحياة الجاذبة جدا يعني. الناس قد لا يشوفوا الداخل، لكن الإنسان من لبسه قد تغيمه يعني. فنحن نتمنى إنه إدارة المعرض أو إدارة المعارض في المرحلة الجاية تنتبه انتباه جدا لللوك أو للنظرة الخارجية قبل الشيء الداخلي، عشان المرحلة الجاية نحن متوقعين يعني مرحلة يعني الدورة الجاية إن شاء الله 39 دي حيكون فيها مشاركة يعني أكبر، ومشاركة من دول يعني منتظرة يعني منتظرة يمتين عشان يدوها الضوء الأخضر. ويمكن إسرائيل نموذج يعني للدولة الساعية للتجارة بعيدا عن السياسة وبعيدا عن الحاجات، ساعية لأنها تدخل المجال التجاري يعني بقوة، سواء إمبورت أو إكسبورت أو شراكة أو مجال الريل استيت، وهم أصحاب الخبرة في العالم يعني اليهود. إنمال التعمير والاستثمار شركة استثمار عقاري تعمل منذ عام 1997 كامتداد لشركة القيروان بمصر، بها مشاريع متنوعة، مشاريع تجارية واستثمارية بجمهورية مصر العربية. ابتدادا في شركة إنمال التعمير والاستثمار بالسودان، هي شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري. نعمل كتيم متكامل لتقديم الخدمات السكنية والاستثمارية بالنسبة للملاك. شركة إنمال التعمير والاستثمار تقدم خدمات مختلفة بالناحية السكنية للاستثمار العقاري. تجربتنا تجربة متكاملة مع العميل السوداني، قدمنا له كثير من الخدمات وتمكنا من صنع علاقة ممتازة جدا مع العميل من خلال الخدمات اللي بنقدمها في مشاريعنا السكنية.
مشاريعنا ابتداء من برج قصر الكرام 1، وكررنا نفس التجربة للجودة والامتياز في قصر الكرام 2. جددت إنماء للتعمير والاستثمار العهد مع العملاء مجددا في مشروعنا الأحدث اللي هو قصر المعالي، وامتدادا لقصر الأكرم استهدفنا مجموعات مختلفة من الملاك بتوفير وحدات سكنية مختلفة بمساحات مختلفة، مساحات تخدم العميل ومساحات تقدم له كثير من المزايا. الشركة تهدف لإرضاء العميل من خلال الوحدة السكنية التي يمتلكها، بالتالي تصنع علاقة تكون متميزة بين الملاك وبين أصحاب الشركة. نحن في إنماء للتعمير والاستثمار نقدم خدمات تفوق المتوقع بالنسبة للعملاء، والشيء الذي ضمن لنا الاستقرار وضمن لنا التميز والانتشار، ونحمد الله سبحانه وتعالى على الامتيازات التي تتمتع بها شركة إنماء، ونحمد الله على العلاقة الطيبة التي تجمع بيننا وبين الملاك. مشاريعنا زي ما ذكرنا هي برج قصر الكرام 1، برج قصر الكرام 2، وقصر المعالي، والأحدث هو قصر الأكرم. وتعد شركة إنماء بالعديد من المشاريع والأبراج السكنية المميزة التي تضمن الناحية المتكاملة في البناء والتعمير والاستثمار. باسم شركة بتروباش للأنشطة المتعددة زيوت فوكس السودان نحييكم، وطبعا دي مشاركتنا الدائبة في معرض الخرطوم الدولي. المرة دي المعرض مختلف لأنه نحن بطبيعتنا كل مرة جايين بجديد، بمنتجات جديدة، بمشاركة جديدة. طبعا كما تعلمون إنه شركة بتروباش فوكس السودان منتج، فوكس السودان منتج ألماني، العلامة ألمانية، شركة فوكس ألمانيا تمتلك أكثر من 62 مصنع حول العالم. السودان حاليا به مصنع به ينتج أكثر من 40,000 طن متري في السنة، يغطي 35% من حوجة السوق. نشارك في كل، ننتج جميع المنتجات للمحركات الأوتوموتيف، بالإضافة للإندستريال الصناعات، بالإضافة للمنتجات الخاصة السبيشاليتي والفود جريد لوبريكان اللي هي منتجات خاصة بالصناعات الغذائية كاسيدا. فوكس أسهمت بشكل كبير في خلال السنوات الماضية في التقدم والصناعي وتوفير المدخلات الإنتاج كمدخل من مدخلات الإنتاج المحلية للصناعات المحلية والصغيرة الكبيرة، وبتشتغل في كل المصانع الكبيرة والشركات الكبيرة في السودان زي شركات البترول وشركات السكر بمختلف مواقعها، بالإضافة في المواني البحرية وشركات التعدين والكهرباء، والإضافة للسوق العام عندنا أكثر من وكيل في كل ولاية، في كل محافظة يوجد وكيل من وكلاء فوكس. شركتنا حاليا بتنظر للمستقبل بأن هي تكون الأولى على مستوى السودان في خلال الخمس سنوات القادمة بتقديم منتج ذات جودة عالية وسعر معقول للمستهلك السوداني، لأنه بيصنع محليا بخبرات سودانية. المصنع موجود بسوبا، بيمتلك حاليا في المصنع أحسن معمل زيوت في السودان، في جميع الاختبارات التي يحتاجها المنتج بتاعنا أثناء الإنتاج وبعد الاستخدام كخدمات ما بعد البيع. حاليا نحن بننظر لأهميتنا في السوق، إنه نحن ننتج منتج بجودة عالية وسعر معقول للسوق السوداني. مرحبا بكم في جناح الشركة المتخصصة للتأمين الطبي. الشركة المتخصصة هي الشركة الأولى المتخصصة في مجال التأمين الطبي وتأمين السفر وخدمة التكافل، هي أول شركة متخصصة في هذا المجال في السودان. تأسست في العام 2016، وكانت أول مشاركة لنا في معرض الخرطوم في العام 2017، دي بحمد الله يعني المشاركة الرابعة في المعرض. الشركة منتجات التأمينية زي ما ذكرتها، تأمين العائلي، تأمين المؤسسات،
اللي هو التأمين الجماعي بالنسبة للمؤسسات والشركات، وتأمين السفر، وخدمة تأمين التكافل، وهي وثيقة يعني هي البديل الإسلامي للتأمين على الحياة. دي منتجات الشركة المتخصصة، شبكة طبية متميزة وكبيرة منتشرة في كل بقاع السودان، وكذلك للشركة الحمد لله شبكة خارجية في 7 محطات في مصر وفي الأردن وفي تركيا وتايلاند والهند وألمانيا. كل المستشفيات بحمد الله وكل مراكز الخدمات المتخصصة حتى في البصريات، الأسنان، المستشفيات العامة، أقسام الطوارئ، التغطية التأمينية شاملة لكل الخدمات الطبية والعلاجية من مقابلات الطبيب والفحوصات المعملية، الأدوية، وحتى خدمات التنويم في داخل المستشفيات. نجدد ترحابنا في معرض الخرطوم الدولي في جناح الشركة، ولكم جزيل الشكر والتقدير. نرحب بقناة أم درمان في جناح أوسكار، وأحب أقدم نبذة تعريفية بسيطة عن ALT. ALT شركة ALT اسم كاسم جديد في السوق، لكن كوجود وكوجود للتسوق قديمة باسم عوض الله محمود للزيوت، اتحولت ل ALT لتواكب سوق الاستيراد والتصدير وكل التبعات الثانية. نحن الوكيل الحصري لزيوت أوسكار الإماراتية الفرنسية التقنية في السودان، لنا غرابة العام في السوق السوداني، في زيوت أوسكار لها غرابة العام في السوق السوداني. ما يميز أوسكار أو اختيارنا لأوسكار، قصدنا نختار شركة بتقدم منتجات متطورة، منتجات حديثة تواكب العربات الحديثة، مثل الزيوت السانسيتيك عندنا حاليا زيت 5W30، زيت فول سانسيتيك، زيت لعربات البنزين، وعندنا زيت 1540 CK4 مستوى الأداء CK4، يعني من الزيوت الحديثة جدا، والكاد أقول ما في شركة في السودان حاليا إلا شركة أوسكار موجود بالنسبة لها في السودان. خطواتنا أننا نكون رافد أساسي أو نرفض السوق السوداني بمنتجات جيدة، منتجات حديثة، منتجات متطورة، منتجات شاملة، ليست منتجات زيوت الإنجين فقط أو زيوت العربات، وإنما زيوت الصناعية، زيوت التورباين، زيوت الصناعية عموما، الجربوكسات الصناعية 20W، 220، 320، كل الزيوت، بالإضافة للشحوم بأنواعها، بالإضافة لكل أنواع الشحوم وكلها هذه القطاع. بالنسبة لقطاع B2B الآن موجود ومتوفر وفي متاحة في يد الجميع، الحمد لله انتشرنا ومواصلين. وزي ما قلت في بداية الحديث أنه نحن ما جديدين في السوق، نحن قديمين منذ 30 عام تقريبا موجودين في السوق السوداني، وإن شاء الله نكون إضافة حقيقية لسوق الزيوت في السودان، ونقدم منتج متطور ومنتج حديث، لأنه المستهلك السوداني صراحة بيدفع قروش أو بيدفع الزيوت، منتج غالي، فنزع عنه نقدم له منتج ممتاز ونشارك مشاركة فاعلة في سوق الزيوت. أنا أنيس عبد اللطيف عبد الرحمن، مدير المبيعات بشركة مرافق للأنشطة المتعددة. الليلة نحن في الجناح الخاص لوحدة من شركات مرافق للأنشطة المتعددة، شركة مرافق العقارية، في مشاركة الثانية للمعرض في دورته 38
دورة مختلفة، سنة مختلفة تماما، مشاركة مختلفة في ظل كل الظروف الموجودة في البلد من احترازات صحية ومن اضطرابات سياسية موجودة في الشارع، أكيد كان لها أثر كبير جدا في الحضور والإقبال للمعرض والمشاركة في المعرض. نحن في مرافق الحمد لله، دي كانت مشاركتنا الثانية، مرافق نعتبرها مشاركة كانت ناجحة من حيث الحضور، وإن كان الحضور السنة دي حضور بسيط، لكن قدرنا الحمد لله نوصل جزء بسيط من المسج حقتنا اللي عاوزين نوصلها لكل عملانا سواء كانوا جوا السودان أو خارج السودان. نحن الليلة الحمد لله حضورنا كان حضور مختلف، حبة الليلة بنتكلم نحن عن إقبال في ظل ظروف احترازية صحية صعبة جدا، ولكن قدرنا نلفت انتباه الحضور وإن كان الحضور القليل داخل المعرض بتصميم زي ما نحن شايفين لجناح خاص بمرافق العقارية، يعتبر من أفضل الأجنحة اللي موجودة الليلة في المعرض. الحمد لله يعني مشاركة لنا مشاركة ثانية لكن مشاركة فعالة الحمد لله. نتائج نحن الليلة مقدمين في المعرض كمية من العروض اللي بتناسب كل عملانا الحمد لله من جميع الفئات، عروض بتناسب كل الفئات سواء كانت في شرق النيل أو في جنوب الخرطوم أو في أم درمان. في شيوب فارما نحن معمل متخصص صيدلاني في مجال التركيبات الصيدلانية السودانية اللي هي مستوحى من سحر الطبيعة السودانية، اللي هي نحن عندنا يعني زي ما بقولوا هنا خاص كده ما بين العرب والأفارقة زي ما قلنا، وعادة الحاجات دي بتخلق فرق كبير جدا في المنتجات وفي الاستجابة حسب الجينات بتاعت الناس المختلفة. نحن في شيوف فارم الجينة الخلطة بتاعتنا الخاصة بالسودانيين عن طريق أخصائي الصيدلة الصناعية وأخصائي الجلدية، يعني الحمد لله الفورمولا للشعر هي مجموعة متكاملة للشعر وللجسم. الشعر عندنا منه أكثر من 12 نوع حسب الشعر، حسب النوع، حسب الأنواع بتاعت الشعر، من أنها هي السبيبة العادية، السبيبة المنخفضة المسامية، السبيبة العالية المسامية، اللي عندنا سار العادي للشعر العادي، عندنا سار بلس للشعر المتوسط، عندنا سار بالنسبة للشعر الشعر البلس للشعر المتوسط العادي، وعندنا سار بلاتينيوم للشعر العالية المسامية، وعندنا سار كمان للشعر المتقدم اللي هو دي سار صاحبة المسامية العالية برضو، عندنا حمام زيت، عندنا شامبو، عندنا محفزات النمو، هي دي كلها بتدخل من منتجات طبيعية، من دهن الساق، من دهن السنام، من زيت السمسم، من زيت الفول السوداني، من زيت اللوز. عندنا برضو الحاجات اللي بتساعد في تحفيز الشعر اللي هي الشطة، مستخلص الشطة العادية الكابسيكم زي ما عارفين ان فيها مواد بازو دايليتر انكريز البلط السبلاي او انكريز تدفق الدم بالنسبة لبصيلات الشعر. عندنا برضو جيسلين وعندنا فازلين، عندنا في مجموعة سارة حاجات مختلفة، يعني ما بس نحن متخصصين في المواد التجميل، لا برضو عندنا الفيرس انتيسبتيك اللي هو زي صبغة اليود بالنسبة للجروح للعناية بالجلد وكده. نحن برضو يعني دي ما أول مشاركة لنا في معرض الخرطوم الدولي، دي تقريبا المشاركة الثالثة، حتى شاركنا برا في ماليزيا، في دبي، في أثيوبيا، في يوغندا. نحن بنعتبر أنه والله المنتج السوداني ما لقى فرصة للعالمية، وزي التجمعات زي دي بالنسبة للتسويق حاجة ممتازة جدا. نحن برضو مع خرطوم الدول السنة دي يعني تقريبا الحالة الاقتصادية وزي ما عرفوا الضائقة المعيشية قد تكون أثرت في حضور الناس في الفترة الفاتت، لكن إن شاء الله بنتمنى أنه المستقبل بتاع السودان في الصناعة الوطنية، نحن إن شاء الله بإذن الله تعالى بنعتبر أنه الصناعة الصيدلانية السودانية في أمان بإذن الله بوجود كوادر طبية وصيدلانية مؤهلة. نحن إن شاء الله معاكم وبكم، ونتمنى أنه أي منتج سوداني يقدر يصل للأسواق المحلية والعالمية، والناس ما عندها حل بالنسبة للاقتصاد غير الصناعة،
فالصناعة هي اللي هي منكزة للاقتصاد الوطني، الصناعة المحلية بالذات. الاستيراد هو قد يكون يزيد شوية من مشاكلنا، لكن حاليا نحن بنعتبر أن والله يا أخي الصناعة الوطنية هي اللي بتحل مشاكل البلد، والتصدير طبعا برضو بيعدل في الميزان التجاري لأنه بدخل عليك عملة صعبة. نحن حاليا في الصناعة الوطنية قد تكون في معيقات إن شاء الله بالفترة الجاية، نحاول أنه المعيقات دي تتزلل من وسط الحكومة، وخصوصا أنه نحن في مرحلة بتاع التصنيع، فيا رب السودان يكون بخير وصنع في السودان يكون في المقدمات اهتمامات الدولة وكذا. جزاكم الله خير وإن شاء الله تشرفونا كثير، عندنا تخفيضات في شيوف فارما في 6 وفي 3. مصنع الندى لصناعة الصلصة، المصنع سوداني يستخدم في الإنتاج بتاعه الصلصة الطبيعية، الطماطم الطبيعية، ممنوع استخدام الألوان الصناعية، خط الإنتاج بتاعه خط معقم، وعندنا مقاسات مختلفة كثيرة من الصلصة والكاتشب، عندنا مقاس 400 جرام وعندنا مقاس 50 جرام اللي هو بيجي في الظروف، وعندنا مقاس 3 كيلو، والكاتشب فيه كاتشب طبيعي، وفيه 3 مقاسات برضو، في مقاس بتاع الظرف 50 جرام ومقاس 1 كيلو ومقاس 4.5 ومقاس 9 كيلو. المصنع مصنع سوداني موجود في كوبر في المنطقة الصناعية بحري ربع 7 في جناح كوفتي مع الخطوة الدولي الدورة 38. مرحب بكم حبابكم ألف. شركة كوفتي شركة بدأت تنشيطاتها التجارية من العام 1954 زي ما معكوس في المعرض حقنا، وعكسنا الفكرة بتاعت تاريخنا مع الشاي وتاريخ النشاط التجاري بتاع الشركة من 1954 لحد 2021، وعكسنا التاريخ بتاعنا الشاي، وكان بيجي بالصناديق زي ما شفنا في المعرض جوا، والتحول اللي حصل في صناعة الشاي في السودان، وعكسنا تاريخنا وإنه إحنا من الرواد في الشاي في صناعة الشاي في السودان، ورجعنا بالزمن مرة زي ما مكتوب عندنا في السلوغان في الجدارية، رجعنا بالزمن مرة وحكينا تاريخنا، الحوش السوداني والقهوة السودانية وشكل الكينتين زمان اللي هو الدكان أو السوبر ماركت في زمننا في العصر الحديث. ويعني كوفتي من الشركات اللي عندها بصمة في كل المناحي تحت المجتمع السوداني أو كل الفعاليات وكل المعارض. والسنة اللي فاتت دورة 37 كان فيها يعني تنوع ثقافي بتاع المناطق السودانية الأربعة، والحمد لله قدرنا نحكي حاجة عن الـ عن الـ عن عن بلدنا السودان وجماله وتنوعه وبسحناته بلغاته المختلفة. بس السنة دي كمان رجعنا بالتاريخ وحنينا للماضي، ورجعنا معانا كل الزوار في المعرض كانوا مبسوطين لاختيارنا لنوع معين من انواع المعارض اللي هي البيت السوداني والحوش السوداني ودكان زمان بكل تفاصيله وبكل حاجاته. ونوعدكم بالجاي بيكون احسن ان شاء الله، واحنا جرة العاده بنهبش الوجدان بتاع السودانيين والشعب السوداني يعني في كوفتي، يعني علاقتنا مع المستهلك السوداني علاقه قويه وتاريخيه، وبنحكي فيها يعني جانب حياتنا اليوميه